فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز الجلوس في المسجد والخوض في بعض أمور الدنيا واللعب في المسجد، حيث إن بعض الناس يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر الأحباش في لعبهم في المسجد ورفع؟ اللعب هذا ما هو لعب اللي تريد، اللعب العبث، اللعب الأحباش يلعبون بالحراب، يعني يتدربون على السلاح، والحراب سلاح، يجوز التدرب على السلاح ولو في المسجد لا بأس، لأنه من أدوات الجهاد. أما يجون يلعبون في المسجد لعب ليس من صالح الجهاد، هذا ما يجوز في المسجد، المساجد لم تبنى لهذا. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.